حلو. الاهلي محتاج محمود متولي؟ محمود طبعا طبعا. النادي الاهلي كايه؟ كمساك ولا كهوم ديفندر؟ لا مساك. مساك. النادي الاهلي عنده مشكله في حته السردباكات، لان انت نجيب يعني نجيب خلاص اعتقد ان هو يعني الف خير ولاعيب محترم وراجل ودايما بتحتاجه تلاقيه ادى كل اللي عليه. فنجيب متهيألي خلاص. ماشي. عندك الجزار واحمد علاء متهيألي برضو. احمد يعني علاء الجزار ما يرجعش؟ ما اظنش دلوقتي يعني. الجزار برضو ممكن يقعد سنه كمان اكمل اعاره ويبقى من الثمانيه اللي النادي الاهلي يعيرهم. انت عندك دلوقتي ايمن اشرف رقم واحد في المكان ده، ومعاه حد بقى يا ياسر ابراهيم يا رامي ربيع يا رامي يا سعد يا سعد سمير. إيه في مشكله عند رامي وعند سعد فيما يخص الاصابات. الاصابات الاصابات مش قادر احدد الناس دي هتبقى معايا الموسم كله ولا ممكن يقعوا. لكن النادي الاهلي لو محمود متولي سردباك كمان معاهم مليون في الميه يعني قرار مهم. حتى في حراسه المرمى يا كريم انا ممكن العب لعبه يعني. انت النهارده مثلا نادي الزمالك عايز عواد وبيحاول يخلص معاه. طب لو عواد ده للبيع فعلا طب ما انا اطلع الشناوي واخد فيه رقم كبير جدا من من تقارير. مفيش حاجه لسه يعني رسمي غالبا. فيه تقارير كلها تقارير ان استون فيلا بيراقب وان ارسنال بيتكلم بس يعني مفيش حاجه. بس هو بالمستوى اللي عليه ده في كاس العالم وفي امم افريقيا انا بقول لك يجي له مستريح ويجي له ارقام كبيره جدا. حتى هو في سن ال 30 مليون في الميه. حتى لو ما جاش في اوروبا يجي في المنطقه في العربيه الخليج. الفكره في ايه؟ انا قصدي ان هي القصه كلها قصه الكوره. انت بتلعب بكل الحبال يعني. انا محمد الشناوي جاله عرض كبير وهو عايز يطلع وجاله مثلا عشرة مليون يورو او حاجه رقم كبير اطلعه واجيب عواد واروح جايب عواد هبقى رقم واحد جبت جون كويس رقم اتنين طلعت جون كويس وكسبت منه وعملت له ورضيته وكسبت منه فلوس كتير رقم تلاتة ضريت نادي الزمالك انه ما ياخدش جون كويس رقم أربعة ابقى انا بعمل احلال وتبديل وانا ماشي صح. فهي الفكره كلها. طب ده تفكير الاهلي. طب الزمالك تفكيره في ايه يعني؟ هنيجي للزمالك هنروح للزمالك طبعا مختلفه. بس قصدي اقول لك ان الاهلي لازم يشتغل الصفقات بالشكل ده.